حرم الكفيف نعمة النظر، هذا أمر متفق عليه، لكن العديد من المبصرين في العالم العربي عميان، مبصرون في مواقع مسؤولية يغمضون أعينهم طوعاً أو جهلاً على الفساد والسرقات والسمسرات، مبصرون على الطرقات وفي الشوارع والأحياء والمنازل يغمضون أعينهم على معاناة النساء مثلاً وتعنيفهن والاعتداء عليهن، وكأنه لا من شاف ولا من دري. مبصرون في بلاد منهوبة أنعم عليهم بحاسة النظر، لكنهم أبوا إلا إنكارها والتسلح بالعمى لتبرير تبعيتهم لزعماء عاثوا خراباً ولا يزالون يفعلون ذلك بوقاحة مفرطة. هؤلاء هم أصحاب الإعاقة الفعلية، هؤلاء هم من يستحقون الشفقة لأنهم ببساطة يرفضون رؤية الحقيقة ومواجهتها. أما المكفوفون فاندماجهم في المجتمعات واجب علينا ومكسب لنا قبل أن يكون حقاً لهم. نحن من يحتاج إلى دعمهم ومواهبهم ومساهماتهم لا العكس، نحن من يحتاج إلى التزود منهم بالبصيرة الثاقبة والأمل المتجدد والرؤية التي ترى أبعد مما تراه العين.